أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الحدث، أقدمها لكم مباشرة من قناة المغاربية. اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أشخاصا ينسبون حسب قولها أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش بانتهاج سلوكات غير قانونية ومحاولة مغالطة الرأي العام وزرع الشك. وقالت الوزارة بأنهم يقدمون أنفسهم كضحايا هضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم. وكشفت الوزارة أن بعض المصطوبين من الجيش لأسباب انضباطية حاولوا إدراج ملفاتهم فيما تسعى جهات أخرى لاستغلال القضية لأغراض شخصية. وردت وزارة الدفاع حسب هذا البيان على الاحتجاجات المتكررة التي يقوم بها قدماء الجيش ومختلف فئات المتقاعدين في هذه المؤسسة، وذلك بعد مسيرات وحركات احتجاجية قاموا بها خلال الفترة الأخيرة. وقال بيان وزارة الدفاع أيضا أن المعنيين يحاولون تغليط الرأي العام ويسعون لفرض منطقهم. هذه مفردات بيان لوزارة الدفاع الوطني في الجزائر ونشر عبر وكالة الأنباء الرسمية وأيضا موقع وزارة الدفاع الوطني، وتناقلته أيضا الصحف الجزائرية اليوم. نتابع هذا التقرير ونحاول أن نناقش هذا البيان. يا صاحب الفخامة، يا صاحب الفخامة، كرامة يا كرامة. هم متقاعدو الجيش يطالبون منذ سنوات باسترجاع كرامتهم المهدورة وحقوقهم المهضومة، لكن صاحب الفخامة لا يبدو أنه في وضع يسمح له بالاستماع إلى مطالبهم أو الاستجابة لها، ولا حكومته ولا حاشيته. فمال النفط تبخر، ثم إن الجميع منشغل هذه الأيام بترتيب أولويات هي أكثر أهمية: الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحده الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع من تطوع وكلف نفسه الرد على هؤلاء ببيان صادم. بعض هؤلاء يقدمون أنفسهم كضحايا هضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم، وقد انتهجوا سلوكيات غير قانونية محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني. لهجة صادمة تخرق الصمت المطبق على هذا الملف منذ سنوات. وزارة الدفاع ترى أنه لا حقوق منسية لهؤلاء وقد حصلوا على أكثر مما يستحقون، متهمة من وصفتهم بالغرباء باستغلال هذا الملف لأغراض أخرى، ملمحة في نفس الوقت إلى أن التعامل مع مظاهراتهم ومسيراتهم التي نعتتها بالفوضوية سيكون مختلفا مستقبلا. سيضرب هؤلاء على رؤوسهم بالهروات مثل ما كان الحال مع احتجاجات أخرى للأطباء والأساتذة وغيرهم. احنا اللي حميناكم ظهركم اليوم اللي تحرشوا فينا زملائنا في الدرك الوطني يضربوا في ريعان شبابهم كانوا وقودا لحرب بلا اسم، حرب ما كان لها أن تندلع وما كان للجزائري أن يرفع السلاح في وجه أخيه لو لم يتم الانقلاب على الشرعية الديمقراطية في التسعينات. أما اليوم وبعدما انتهت تلك الحرب التي طالما وصفت بالقذرة، وجد متقاعدو الجيش أنفسهم أمام معركة أخرى، هذه المرة بلا سلاح، بحناجر تصدح في مظاهرات ومسيرات سلمية مطالبة بحقوق سلبت منهم. منحة تقاعد محترمة تسد الرمق وتصون الكرامة، تكفل صحي بالمعطوبين الذين اخترق الرصاص أجسادهم أو أولئك الذين انفجرت فيهم ألغام وبترت بعض أطرافهم، التعويض عن سنوات الشباب التي أمضوها في الجبال والقرى والمداشر من أجل إنقاذ جمهورية تخلت عنهم وهم في خريف أعمارهم. في هذه المعركة لا يبدو متقاعد والجيش وحدهم، هناك جحافل من المنسيين الذين تم الزج بهم في حرب العشرية السوداء من حرس بلدي ومقاومين وعناصر الدفاع الذاتي،
كل هؤلاء تم التنكر لهم. يعني يا جماعة باش نشوفوا باللي الهم تاعنا راه هم كبير، ولازم نوعاو ولازم نضحوا نضحوا بدراهمنا باش نجيبوا الحق تاعنا إلى بغينا يولي لنا الاعتبار. معي عبر الهاتف من الجزائر الجندي المتقاعد في الجيش الجزائري سيد عبد الملك بودن، وأيضا سيد نور الدين عبابسة أحد متقاعدي الجيش أيضا عبر هاتف من الجزائر. أبدأ معك سيد عبد الملك بودن، كيف تلقيتم هذا البيان وخاصة في شقه المشكك في حتى الكتلة البشرية التي كانت تحتج، يعني أنه فيه دخلاء وفيه ناس يغلطوا في الرأي العام؟ أخ صالحي، أول ما نبدأ نقدم التحية لكل المتابعين المغاربية وكل المتقاعدين والمشروطين وذوي الحقوق، ونقول أن هذا النداء هذا البيان اللي خرجت من هذا النزاع أنا نقول لهم مثال يزيدنا إلا عزم وتماسك، ونحن آخرين خلال نحمة واحدة. أما بالنسبة للحقوق حنا نقول كمتقاعدين ومعقوبين وذوي الحقوق، نرونا في الجيش تطبيق القوانين فقط. نعم. نقول مثال للقيادة أعطينا زيادة أخرى، ما نشكر على المواطنين، احنا كبقية المواطنين نقول مثال تطبيق المادة 45 من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم الصادر في 27/2013 صادر من الجريدة الرسمية الجزائرية والتي نص تشرع أحكام هذه المادة ابتداء من اول شوفي. هنا هذه اول شوفي جماعه اللي قامت تحمي جنرال تحمي تاع مسؤول المصالح الاجتماعيه، قالوا عندنا باللي تصفى الامور. احنا من 2008 هو ناقشوا اليوم جايد صالح امره خرج بيان، يعني باه يزيدنا التمسك بالمطلب تاعنا لان نطالبوا بحقوقنا الشرعيه كمان متقاعدين. اولا قبل كل شيء نقولوا رانا عسكريين ونضربون على حقوقنا مطالبون. سعد مالك نعم 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 حبونا الجاي الصالح. انا نقول الجاي الصالح يقولوا للمتقاعدين يا سعد سعد اعطينا من جيبك هذا النهار نرجع لنا بياناتنا هذا. اما لو كان المسؤول على حقه حقيقي يريح بالطابله سعد عبد الملك. سعد عبد الملك يعني في البيان جاء انه التعليمات اعطيت لقيادات النواحي العسكريه، وانه في 2013 تم التكفل واتخذت كافه التدابير والاجراءات اللازمه لدراسه جميع الملفات، وكان حتى مرسوم حسب القانون المعاشات العسكريه المعدل رقم 0313 المؤرخ في 20 فيفري 2013. ما سمح، هذه هي الجمله اللي حبيت تسقسيك عليها، ما سمح بتسويه غالبيه الملفات المدعاه. يعني البيان يقول باللي غالبيه الملفات تم تسويتها، يعني ما تسوى حتى ملف. انت ملف 2012 دخلت مع فهد حماني اتفاقيه اليوم باه يسويوا الوضعيه المتقاعدين بدون الحقوق والمشطوبين، وانما فيها وصلت فيها يعطونا رقم الفيدراليه ويحسبونا من 2012 عطونا 2014 فقط وعطونا زوج نقاط استدلاليه فقط. ولهذا احنا نطلب من الجهاز الصالح ولا من خالد الاركان على القوات المسلحه عبد العزيز بوتفليقه يخرج عبد العزيز بوتفليقه بيان ويخرج يتكلم منه في القناه الوطنيه العربيه، ماهوش في قناه النهار، لان قناه النهار مغلقه راهي تتكلم عبد الملك. فعلا سي عبد الملك، نعم سي عبد الملك، انا اليوم وانا نبحث في هذا الموضوع باه نقدروا نحكيوا فيه، انا شفت تقرير في قناه النهار وجابوا زملاء ليكم اليوم وقالوا انه تقريبا 90% من الملفات راهي سويت. هذا تقرير في قناه النهار اليوم، يعني كيف نقدروا يعني تقدر ترد على هذا الكلام؟ يعني هذو زملاء شفتهم انا في هذا التقرير يقولوا باللي عملنا اجتماعات والامور راهي ماشيه. شوف انا اخ صالحي، نعم احترامتي
أقصد هم احتراماتي ليك ولقناتي المغاربية والمتتبعين ولكل الشعب الجزائري، لأننا أهل الشعب بالدرجة الأولى وأبناء الفقراء. واش تسمى المؤسسة العسكرية إلا الاحتياج؟ أنا نقول باللي الناس اللي راح تنقل لك الطراب، الناس اللي تبغوا تصلح وتعرف اتفاق بما هي المنظمة الوطنية المتقاعدة للجيش. حنا ما ننتميوش للمنظمة الوطنية المتقاعدة للجيش، حنا رانا ننتميو إلى التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المتقاعدين والمعتقلين وذوي الحقوق. ولن أتكاثر في الاعتراف على مستوى الناس طبقة جاهزين أغلبية من تولوز من صف جندي حتى المساعد أول. دائنا على الغصة هو مصطفى مضمان وهو نقيم. أما بالنسبة هذوك هم يهبوا أموالنا. أقدمي بقلت له سباقات سيارة يتأخر 30 مليار. ولما رفعنا دعم قضائية فهم عندهم مهنة عندهم زوائد السلطة. نعم. طيب سي عبد الملك ابقى معي. سي عبد الملك نعم ابقى معي، دوك نعاود نرجع ليك سي عبد الملك. اريد ان اسمع من سي نور الدين بابسه. سي نور الدين، انتم كنتوا تعملوا في الاحتجاجات، هل صحيح انه كان الناس دخلاء وجابوا ملفاتهم وحبوا يغلطوكم، ولا انتم راكم تغلطوا في الراي العام مثل ما قال البيان تاع وزاره الدفاع؟ حابين نفهموا هذه النقطه فقط، يعني هل كاين مصطوبين من الجيش دخلوا معاكم؟ هل هناك من الجيش ما عندهمش حق ودخلوا في الاحتجاجات حبوا يغلطوا وزارة الدفاع؟ هل هذا كاين منه يعني؟ نعم سي نور الدين، سي نور الدين يبدو أنه سنعاود الاتصال به حالا يعني حتى نسمع منه. سي عبد المالك، هذه النقطة بالذات يعني وش تقدر تقول لنا عليها؟ هل كاين مندسين معاكم في هذه الاحتجاجات؟ هل صحيح ما جاء في البيان أنه هناك مغالطة للرأي العام حتى توضح لنا هذه النقطة يعني؟ يا عبد الملك، المثال قدرت الوحدات على باكينا وقدرت الوحدات على باكينا يسمى المثال حقنا الوحدات باللي رتخبية لهم بلا رتخبية لهم بلا خاصة يخوص إثلاث على أخطاء تابة وضع كوسيتي تبليل الرجلة التاتبية ما تستهدمي ويقوم بطرده من مؤسسة العسكرية مع أنه هكذا 12 سنة و 13 سنة و 14 سنة خدمة بالجيش. اليوم اللي كانت الدولة تحتاجه والجزائر تحتاجه وكانوا هما مغطيين بديارهم مع أولادهم وحنا ندافعوا الجزائر ونحميوها وراه اليوم كاين صوت الملاكي وخرجوهم بدون 14 سنة واللي خدمها ودعوهم هنا للخدمة الوطنية أقوها بما يقدر 4 ملايين و 600 من الصندوق هذا أطراح الصندوق المتقاعدين اللي دعم له أبوه وما أعطاه لأولاده. طيب سي عبد الملك، نعم 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 سي عبد الملك، يعني الجماعه في الكنترول يعني لازم تفهموا سي عبد الملك انه ينتظر معنا يعني ما يكملش يحكي، يعني لازم يكون يفهم حتى يسمع اسئلتنا. يبدو انه التواصل عبر الهاتف ماهوش بالشكل الجيد. سي نور الدين نعم بابسه تسمعني؟ ارجو انك تسمعني الان. اسمع فيك هذه النقطه حابين الناس يفهموها، يعني لما بيان الجيش يقول انه كاين ناس مندسين وكاين ناس يغلطوا في الراي العام وكاين ناس مشطوبين جراء يعني امور يعني تاديبيه من طرف الجيش وانه الملفات راهي تسوات، هل صحيح؟ ممكن توضح لنا هالنقطه هذه؟ البيان هذا تاع وزاره الدفاع اللي صدر امس غير صحيح. احنا المسيرات اللي نقوموا بها مؤطره جيدا وكل فئه المشاركه فيها كلهم متقاعدين ومصطوبين معروفين، نعرفوا بعضنا واحد واحد. وزاره الدفاع قبل في 22 الاخر ماي في المسيره تاع بومرداس جاوا ربعه، جا العميد تاع صندوق الضمان الاجتماعي صندوق التقاعد وجا القائد الجهوي تاع البليده في المقر تاع الوالي ولايه بومرداس تفاوضوا مع الجماعه، قال لك باللي ولا بعد اسبوع فضوا الاعتصام هذا ونفتحوا معاك الحوار. من نهار هذاك ما كان لا حوار لا والو. الاعتصامات تاعنا اعتصامات شرعيه صحيح ونقوموا بوقفات حضاريه. كم سي نور الدين هل عندكم احصاء كم عددكم انتم هذو اللي راكم تعتقدوا انه ملفاتكم مازالت ما تسواتش يعني؟ بزاف قريت متقاعدين ياسر تقريبا 400 متقاعد. لكن في البيان
يقولوا انه يعني الاجراءات اللي قامت بها وزاره الدفاع سمحت بتسويه غالبيه الملفات المودعه. يعني هل كاين ناس ما مدوش الدوسي نتاعهم؟ هل يعني وين راه الخلل؟ يعني هم يقولوا باللي سوينا غالبيه الملفات وانتم تقولوا باللي ملفاتنا ما تسواتش، وين راه المشكله؟ احنا ما فهمنا التسويه هذه واش هو. احنا متقاعدين، نعم. طلبنا زياده في المعاش، نعم. هل يعقل واحد راب لي تاع التعبئه يدي 4 ملايين و200، وواحد متقاعد يدي 2 ملايين و700 27 100، وراح تسوي هذه تكلموا عليها ما فهمتهاش. واش متسوي هنا اللي ما فهمتش على الاخر القضيه، نعم. وزيد الاولى مسكينه كاينه جريده تتكلم تقول لك باللي تم احباط محاوله الدخول ناس للعاصمه، وزيد تقول لك باللي كاين الاخر تم القبض على 20 شخص مشتبه بهم. هل نحن مشتبه بنا؟ نحن كنا حماة الوطن. نعم. أنا طلبوا بالحقوق تاعنا، أنا ما لحقناش، أنا ندي 27% وين راح نلحق؟ نتعداهم وأنا كنديو 27% أو يجي في بلاصتي أنا كيف راح يدير؟ طيب بالنسبة تاع وزارة الدفاع الأولى غامض، كان الأجدر بوزارة الدفاع تفتح حوار مع هذه الفئة. نعم. من عندنا عام وإحنا بنعطي صامات. وما كان حتى حوار، ومش تخرج بيانات عبر وسائل الاعلام بيان يتكلم في كلام يعني غير مفهوم. انا امبارح قاعد نحلل في هذا البيان ما فهمت فيه والو. طيب وش يعني وش هو التفسير ليك يعني لهذا البيان؟ يعني هل تقول في بالك انه هالبيان ما يمكنش انه يصدر من عند القايد صالح، ولا تقول باللي القايد صالح هو اللي امر هذا البيان؟ لانه في النهايه الناس المصطوبين وهذا الناس اصحاب الحقوق في مؤسسه الجيش لما يقول لك مؤسسه الجيش يقول قايد صالح. يعني هل تعتقد انه الرساله ليكم ولا الرساله لغيركم؟ يعني كيف 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 تفسر هالبيان؟ والله الرساله غير واضحه، البيان تاع امس غير واضح. انا لحد الان من الصباح من امس قاعدين نتصلوا بعضنا ما فهمناش يعني البيان هذا كيف. نعم. البيان هذا ممكن راح يغلطوا به الراي العام باللي احنا اللي قلنا الناس هالم وهم جاوا هذه ما كانش منها. كاين مراسيم تسنيات في 2012 ما طبقتش. نعم. الوزير الاول السابق تاع الدوله الجزائريه تبون في ماي واش قال؟ قال شوفوا نلبي مطالب متقاعدي الجيش. هل الوزير الاول تاع الدوله الجزائريه يكذب؟ نعم. كون ما لاحظت شيء هذا يتكلم وزير اول. سي نور الدين انتم تعتقدوا انه القضيه تاعكم مرتبطه فقط بوزاره الدفاع، انه قضيه اجتماعيه لازم الحكومه هي اللي تقوم بها؟ يعني احنا القضيه تاعنا مع وزاره الدفاع، الحكومه على بص وزاره الدفاع راهي قوانين وديرها مع الحكومه تابعه للحكومه الجزائريه. طبعا هذا واش قصدت يعني راه وزاره الدفاع هي جزء من الحكومه الجزائريه. جزء من الحكومه الجزائريه هي قوانين تمر على الحكومه الجزائريه. صحيح. طيب بس سمعت كبير. نعم. قضيه تكلمت مع خبوذين على قضيه اللي تفاوضوا اليوم في قناه النهار. اي الناس هذوك راهم ما يمثلوناش خلاص. وزارة الداخلية راهي مدت اعتماد لزوج منظمات، واش من منظمة تعامل معاها وزارة الداخلية درك؟ كاينة المنظمة تاع وداي ومنظمة تاع بولقرون. والجماعة هذا تاع المنظمة هذا ما يمثلوناش، هذم ناس تاع مصالح تاعهم، واحد تلقاه الاخر عقيد لو مجاهد يتقاضى 70 منحة راح يخم علي انا اللي يتقاضى 27000 دينار. يعني 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 انت سي نور الدين، نعم نعم، يعني انت سي نور الدين انت شفت هذاك التقرير التلفزيوني وسمعت لهذوك الناس؟ لا انا سمعت بالقناه هذيك ما نشوفهاش نهائيا. طيب. نقول لك الصراحه راه طيب سي نور الدين، السؤال الاخير يعني ما هي الخطوه الجايه؟ يعني كيف تقدروا تقنعوا وزاره الدفاع انه تدخل معاكم في حوار يعني حتى يتحل هذا المشكل؟ لانه يعني هذا المشكل هو مشكل اجتماعي يخص فئه كبيره من المواطنين الجزائريين، ما هي الخطوه القادمه؟ احنا ما زلنا نواصلوا النضال السلمي، ما زال بدينا فيه منذ عام، منذ سنه ما زلنا مواصلين النضال، لن نتوقف عن النضال. النضال تاعنا سلمي، هو ما فيه حتى شيء زايد، راه يتم تاويل القضيه لكن ما كان حتى شيء. النضال تاعنا سلمي واحنا معروفين، الناس كامل تعرفنا، سوف نواصل النضال ولن نتوقف. سي نور الدين نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. المغاربية أيضا ستواصل تغطية هذه الاحتجاجات
الاجتماعية وخاصة لهؤلاء المحرومين يعني من هذا الحقوق في كل القطاعات الاجتماعية في الجزائر. أشكرك مرة أخرى سيد نور الدين عبابسة أحد متقاعدي الجيش الوطني الشعبي. سي عبد المالك أنا نختم معك بهذا السؤال يعني لأنه يجب أنه يفهم الرأي العام وشنو هو الصح اللي وقع. هل أنتم في المسيرات نتاعكم اللي كنتوا تعملوها هل عندكم حسيتوا باللي كان الناس دخلاء غرباء على المطالب نتاعكم حاولوا يفسدوا الحكاية حاولوا يغلطوا الرأي العام كيف 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 تردوا على الشيء اللي جاء في البيان تاع وزارة الدفاع حول هذه النقطة لو توضحوها لهم يعني ممكن مش فاهمينها ولا عندهم تقارير مغلوطة. وي هي ها سي عبد المالك اخ صالح اي نعم انا معك في السؤال ونشوف سمعت السؤال سي عبد المالك شوف التقاعد يدخلوا معنا ربما يدخلوا لنا المخابرات يدخلوهم في المسيرات من اجل التشتيت ولكن احنا كعسكريين انا خبره ورانا منضبطين ودخلاء الناس كل راهي في حقوقها الشرعيه وراني طالب من رئيس الجمهوريه قائد العالم للقوات المسلحه يكون مطبق القانون والبراكين من يخرج هاي الدرجه ربما انا عندي مال من السيد صالح ربما لحقوا اخبار كاذبه واشاعات وصدقها اللي احنا ناس خارجين على الرقاب وانما احنا مثلا انا خدمه 25 سنه في المؤسسه العسكريه ليش تبغون تصدقين؟ رئيس المستشفى 27 100 27 مسكينه يعني 2700 الشوك 8700 الشوك الاولاد السكنهم ممنوع على العسكريين مثال الاستفادة من السكن ممنوع كل كي صالح أين هي الأخبار وأنا تقول من 2008 للتوى حتى الشقاعات كل المؤسسة العسكرية سواء العاملين أو المتقاعدين يوم الجاي صالح لازم وليا الطابلة مكتوب عليك لازم وليا الطابلة مع 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 الجندي لأن الجندي الجندي هو الذي سحب على البلاد هذه هما قاعدين في الفنادق والكلمة الدور والمكنة الفقهاء تنبغي المتقاعدين وأموال الجنود واليوم يخرج لي بيان كيما هذا أنا ما نصارمش بالأخبار هذه أنا عندي قوانين مكتوب من الوزارة الوطنية تقنيص القوانين فقط أنا ما تقدرش تعطيني والله زيدتي عند المواطن أنا المواطن لما يطلب حق الإنسان لأن لو كان المواطن وجد عدالة في بلادنا اليوم المواطن ما يحرقش في المواقف تاع الحوت اليوم يكون في العداله انا ما دخلتش الشارع لاني مدير وسكني ولا نكتب اليوم المؤسسات اللي في وزاره الدفاع وفي رئاسه الجمهوريه والعالم بيده يعرف اللي المتقاعد تاع الجيش على مستوى القطر الجزائري هو راتب ضعيف جدا. طيب نشكرك جزيل الشكر سي عبد المالك بودن احد متقاعدي الجيش جندي متقاعد. سي عبد المالك راح تكون معنا اكيد في حلقات قادمه نشوف تطورات هذا الملف نرجو انه الحوار يكون هو السيد في هذه الازمه وتعطى لكم ان شاء الله كل الحقوق نتاعكم اللي راكم طالبوا فيها واللي يعتقد الكثير من الشعب انه حقوق مشروعه لا يمكن ان كنتوا يعني في وقت معين الدرع الحامي لهذه المؤسسه وتتعامل معكم بهذه الطريقة كما قال الكثير من المراقبين. سي عبد المالك بودن أشكرك جزيل الشكر. يضم إلي الكاتب والصحفي الأستاذ سعد بوعقبة عبر الهاتف من الجزائر. أستاذ سعد كنا نستمع إلى متقاعدي الجيش اللي خصهم هذا البيان بالاتهام وهم صراحة يعني ينفون نفيا قاطعا كل هذه الاتهامات يعني لا عندهم دخلاء لا راهم يغلطوا في الرأي العام ولا هم يخلقوا في الفوضى يعني والفوضى اللي تكلم عليها بيان الجيش. سؤالي ليك يعني وربما قد يسأل سعد بعقبة هذا السؤال يعني وانت متابع لهذه كل هذه الأحداث لماذا يتبنى بيان لوزارة الدفاع لهجة يتبناها أو يحيى ولد عباس ويتبناها سيدي السعيد ويتبناها كل الموالين يعني قضية التشكيك في الاحتجاجات التشكيك في الآخر دائما
بدل من الذهاب الى الحوار وحل المشاكل. هذه هي مجالات المنطقه. الحقيقه ان البيان جاء يوضح الامور فزاد الامور. اذا كان كل الملفات سويت كما يقولون وان هناك ايدي خلفيه وناس غير شرعيين داخل هذه الجمعيات عندهم علاقات وارتباطات باجندات سياسيه ولا حتى بجهات خارجيه للتشويش على البلد، اين هو الامن العسكري؟ نعم هذا التخلاق راهو داخل الجيش ما هو في امتداد للجيش شيء مخيف. يعني هل الحكايه هذه ما يعرفوهاش رجال الامن وهي على علاقه باهم مؤسسه تحصل على امن البلاد؟ يعني المفروض مثل هذه الاجراءات لا تقال للراي العام. الاجراءات في الميدان ما يقوليش انا كاين دخلاء داخل حرك الناس هذو. الامن يتحرك من قطاع نفسه ويهز الناس هذو ويعقبهم العداله ويخبر الراي العام بهم. ماهوش يهددهم ببيان. يعني الحقيقه ان البيان زاد خوفا وليس اطمئنانا. يعني مما يخاف يعني البيان يعني لما يقول البيان يحذر من الاضطرابات الاجتماعيه. الجيش مؤسسه محترمه وهي اخر ما تبقى لنا من المؤسسات القائمه في الدوله. لمن يوجه هذا التحذير؟ للشعب الجزائري؟ للحكومه؟ للمعارضه؟ يمارسوا الاضطرابات اللي هما يقولوا احنا اضطرابات نهائيه وليست سياسيه. الحقيقه ان الجيش كان عليه ان يتخذ اجراءات تؤدي الى تنصيب حكومه مكدوده تقوم بالاعتكاف على الملفات الاجتماعيه لتثير هذه المشاكل والقلاقل داخل المجتمع بما فيها امتداد الجيش وامتدادات هذه المتقاعدين الجيش والاطباء. لازم يعرفوا ايضا ان كثير من الحاجات الان راها تلصق بالجيش. حتى حكايه الاطباء عندما يتفاوضون مع وزاره الصحه يقولوا لهم ما تعذروش معنا في موضوع الخدمه الوطنيه، هذا عنده علاقه بالجيش والجيش لا يمكن ان يناقش. نعم هذه المسائل ينبغي ان تناقش الحكومه. هل هناك قراءه سياسيه لهذا البيان؟ يعني لانه هناك يعني من كتب اليوم وقال انه ظهر انه المنظومه متضامنه فيما بينها، يعني اقطاب المنظومه، نتحدث عن قياده الجيش لما تتبنى خطاب نتاع السلطه وتاع الرئاسه والحكومه واصحاب الموالات وكان هناك التضامن لمواجهه هذه الاحتجاجات الشعبيه. هل يبدو لك هناك قراءة سياسية من خلال هذا البيان؟ لا أبدا، لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية حسب ما نعرفها أنها تتورط في الدفاع عن الفساد والدفاع عن سوء تسيير البلاد وعن وضع الحكومة في ثلاجة. مجلس الوزراء ما يجتمعش، البرلمان ما يشتغلش، المؤسسات تاع الدولة. لا أعتقد أن الجيش يوافق على هذه المواقف. وما ألومه على الجيش هو انه اذا كانت الحكومه هذه جامده. نعم نحاول، ظهر انه فقدنا سعد بوعقبه، نحاول ان نتواصل مع احد يكمل الجمله لانه الجمله غير مكمله وقد يفهم منها شيء اخر. ينضم الينا المحامي والناشط الحقوقي الاستاذ طارق مراح عبر الهاتف من الجزائر. استاذ طارق، كحقوقي وكمحامي، لما يحتج موظفون او ضباط او ضد وزاره وصيه وتقابلهم هذه الوزاره بالتشكيك والاتهام والتخوين، هل نحن في مرحله تعسف في استعمال السلطه؟ نعم. مساء الخير، مساء النور اخي سليم وكل مشاهدي قناه المغاربيه. بدنا لنعيش نوعا من الخوف والهلع الذي دب في مؤسسات دولة وفي أهم مؤسسات الدولة، وهذا ما يضعنا أمام شعور بالخوف، خوف حقيقي على هذا البلد.
الذي أخذ منعرجا خطيرا، ويبدو لي أنه الأمور قد خرجت عن المألوف وراحت إلى مؤسسة الجيش التي باتت يعني تروح هكذا باتهامات عشوائية. وهذا ما لم نعرفه من هذه المؤسسة، يعني عبر ما اطلعنا عليه من تاريخ هذه المؤسسة منذ مغادرة المستعمر هذا البلد، ثم أنه هؤلاء الذين يطالبون بحقوق اجتماعية فيما أنا لست أدري يعني فيما يقلق هذه المؤسسة، قد يعني تدخل معهم في مفاوضات عادية. صحيح. كما يحدث في كل الديمقراطيات وفي كل الدول العصرية والحديثة، وتناقش معهم هذه المطالب، لكن يعني بمقدورها أنها تحقق جانب من هذه المطالب حاليا وآنيا فلتقدم ذلك، وتقدم جدولا زمنيا لتقديم ما تبقى أو لتحقيق ما تبقى من هذه المطالب الاجتماعية البسيطة جدا، وأضع خمس سطور تحت كلمة بسيطة. يبدو لي أخي سليم أن هذه المؤسسة قد دخلت في ارتباك قد أثر عليها الجو العام وهذه المنظومة السياسية الفاشلة التي حكمت البلاد، وقد أثبتت هذا الفشل على مدار عقدين من الزمن، أهدرت فيها ما أهدرت من أموال، يعني وتعرض الجزائريون في هذه العشريتين خاصة ما تعرضوا له من تضييق من كل جانب، يعني الجانب الاجتماعي حتى الحياة اليومية الجزائرية يعني باتت الجزائر يعيش في ضائقة واضحة للعيان. أستاذ طارق، نعم، وأخوف ما أخ... نعم نعم أستاذ طارق، هناك من يعني انتبه إلى أنه بيان بهذا الشكل من مؤسسة وزارة الدفاع من قيادة الجيش يتبنى خطاب سيدي سعيد وعمار غول ويحيى ولد عباس، ربما قد يزيد في حالة الشك، حالة الارتباك، يؤثر على المزاج العام لدى المواطن الجزائري وقد يزيد من الاحتقان. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذه المجموعة التي ذكرت وآخرون من لفيف المجتمع المدني المترهل والذي تكلس وبات عاجزا على أن يقدم إضافة لهذا المجتمع، تسميته بالمجتمع، يعني هؤلاء باتوا يعني يلخصون على الجزائريين حياتهم، وهذا يعني منذ سنوات، وهذا ما يعني هؤلاء هم المسؤولون عن هذا الامتعاض الشديد الذي يعيشه الجزائريون، وهذا التراكم الذي يعني بات في مجمله يدفع الجزائري الى يعني الصراخ عاليا، يعني حتى يسمعه الناس، حتى يسمعه هذه السلطه الاصماء البكماء التي يعني باتت عاجزه عن تقديم يعني الحلول والبدائل البسيطه جدا للجزائريين. هؤلاء هم السبب الذي دفع بالجزائريين الى اختيار هذا النهج من المطالبه بحقوقهم، وهو نهج سلمي على كل حال وهو دستوري. صحيح. لانهم يعني في كل مره، واليوم وزير الداخليه يؤكد على ان المسيرات ممنوعه في العاصمه، يعني حرصا على سلامة سكان العاصمة وهدوء يعني والهدوء الذي يجب أن يكون يعني في العاصمة، وكأنه بقية الجزائريين وبقية الولايات عندما نرخص بالمسيرات فيها فإننا لا نحترم سكان هذه الولايات. صحيح. وهذا خطاب غير مسؤول. هؤلاء يعلمون جيدا بأن الجزائر العاصمة هي أخر أوكارهم التي يختبئون خلفها. هؤلاء لا يعرفون من الجزائر إلا الطريق الرابط بين بن عكنون وزير الدا، وما يعرفوش الجزائر، لا علاقة لهم بالجزائر. لا عمر غول ولا هذه المجموعة هذه التي يعني تسببت في هذا. ونحن أخوف من أخاف على أن يعني المرض الذي تسبب فيه هؤلاء أن ينتقل إلى أقدس مؤسسات الدولة الجزائرية وهي مؤسسة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ طارق مراح، المحامي والناشط الحقوقي، كنت ضيفا عبر هاتف من الجزائر. عاد إلينا أستاذ سعد أبو عقبة حتى يكمل الفكرة، لكن قبل إكمال الفكرة يعني جملة يعني ربما نقاطعك في يعني أنت قلت في سياق الكلام أن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تساند الفساد. قد يسألك مواطن يقول لك لقد استمر الفساد بشكل فظيع في الجزائر منذ 99
إلى حد الآن وقبله أيضا، وكانت المؤسسة العسكرية نتحدث عن القيادة عموما، يعني حتى نفرق بين الأمرين، القيادة العسكرية كانت تتفرج، وقد يتهمها البعض بأنها أيضا ربما بعض قيادتها أيضا متورطة في هذا الفساد، يعني هذا ليس بالسر. كلامك صحيح، ولكن ما يجب أن تعرفه أيضا هو أن الجزائر عمرها ما عاشت تحت حكم حكومة بمثل هذه الرداءة، ولم تعرف اضطرابات اجتماعية بمثل هذه الاتساع وبمثل هذا العمق، ولم تعرف غياب سياسي لمؤسسات سياسية للدولة بمثل هذا الغياب، سواء على مستوى الرئاسة الجمهورية ولا على مستوى الحكومة ولا على مستوى الوزراء ولا على مستوى البرلمان ولا على مستوى النقابة التابعة للدولة، كل غياب تام. ويجب أن نقول بأن الحكومة الأخيرة يبدو أن يد الديارات فيها كانت غائبة، وبالتالي يد المؤسسة العسكرية كانت غائبة، وبالتالي منسوب الفساد فيها ارتفع، وهذه هي المصيبة. يعني الدلالات اللي كنا نقول أنه هو كان وراء كل المصائب اللي ضربت البلاد، ولا غيابه يؤدي إلى تكوين حكومة في الحكومات الفاسدة اللي سبقتها. لكن يبقى بالنسبة نعم السيد يجب أن يتحمل مسؤولياته، هو اللي سلمنا الحكومة هذه التعيسة. إذا كان الناس يخلطوا عليه بالمتقاعدين باش ما يتخذ مواقف في 2019، عليه أن يخرج عن صمته ويقول الحقيقة للشعب باللي 2019 عهد الخامسة يمنح الدستور ويقول هذه قوة مسموع، لا يمكن أن نسمح بارتداء الدستور مرة أخرى، وهو يقول أنه حامي البلاد وحامي مؤسسات الدولة والشعب معاه في هذه، لو كان يتخذ مثل هذا الموقف، وحتى الناس اللي يفوتوا ويلعبوا بأمن البلاد بالشكل هذا، لأن في النهاية ماهوش هذا اللي حركوا في الاضطرابات اللي بسوء تسيير تاعهم، هم اللي راح يدفعوا الثمن، اللي يدفع الثمن هو المؤسسة العسكرية، واحنا شفنا 92 لما ذهبوا إلى 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 أشياء دخلتهم في معركة مع الشعب، كيفاش تحملوا مسؤوليتهم في مواجهة الشعب لمدة 20 سنة وحدهم. نعم أستاذ سعد هناك نعم هم اللي يسلمون لهؤلاء الشعثاء الذين يحكموننا الآن والذين يمارسون الفساد وحكموا مؤسسات الدولة، فشلوها جعلوها أوطار للفساد ولعبوا خزينة الدولة. الجيش لابد أن يتحمل مسؤولياته ويكون واضح، قال الدستور يجب أن يطبق ولا يمكن أن يتحايل عليه أي كان، هذا هو اللي ينبغي أن يقال. ثم هؤلاء اللي مارسوا المظاهرات عليه أن يدعو الحكومة إلى الاعتكاف على الملفات، سواء صندوق التقاعد تاع الجيش وسواء صندوق التقاعد تاع المدنيين وكل المشاكل الاجتماعية، لا بد أن تحل في حكومة في مجلس وزراء برئاسة رئيس منتخب وليس بالنيابة أو في دار. صحيح أستاذ سعد، يعني للمعلومة فقط، يعني أستاذ سعد يعني المعلومة فقط، يعني قناة المغاربية اتصلت بكثير من الضباط في الجيش، يعني هناك كم من وافق، وأنني نستنى في أستاذ رمضان حملات الضابط السابق في مؤسسة الجيش حتى يلتحق بنا، هو وافق أنه يشارك لكن الهاتف نتاعه وراه ظاهر أنه مغلق ولا ما عندوش الإشارة، لكن اتصلنا بضباط آخرين يعني من كورونال وطلع يعني وما حبوش يشاركوا بواجب التحفظ، لكنهم أبدوا انزعاجهم من البيان، يعني وهناك ضابط تحدث عن الرداءة، يعني لا غير مفهوم هذه الصياغة نتاع هذا البيان، يعني هناك ضباط في مؤسسة الجيش الذين تعودوا صياغات البيانات بالتحفظ، يعني لا يفهمون بعض الافتتاحيات في مجلة الجيش صياغات نتاعها ولا يفهمون صياغات بهذا، يعني هناك واحد يندهش أنه كيف مؤسسة الجيش تشكك في الرجال اللي كانوا معاها وتتهمهم وكذا. هل هذه الرداءة هي أيضا عنوان لعملية تفسخ لكل مؤسسات الدولة؟ السؤال موجه لي. نعم أستاذ سعد. بطبيعة الحال، لأن أنا قلت لك أنا في الأول باللي
البيان مخيف اكثر من اخاف انا اكثر من مما كنا خايفين قبل قبل وقوعه. حقيقه ما كناش ننتظروا يجينا بيان بمثل هذه الرداءه التي دار قلق في الراي العام مبرر. يعني حقيقه القضيه تاع المتقاعدين هذه الجيش كان يكون بيان مقتضب قال هذا الصندوق سيعالج في اطار الحكومه والملفات اللي من كانت علقه سنعالجها وانتهى الامر. اما يربطوا بصراعات سياسيه وبايادي خارجيه، طيب اذا كان الايادي تلعب داخل مؤسسه هي امتداد للجيش الوطني الشعبي، كيفاش انت تحبني انا نطمئن على امن البلاد والجيش متواجد ما في روحه في ابناء الجزائر المحكومين ما في ارواحنا على امتداد 14000 كيلو متر تقريبا. نعم. سؤال اخير استاذ سعد، يعني ما زلت في انتظار السيد رمضان حملات حتى يعطينا على الاقل رايه هو كضابط جزائري. هناك من هم في السلطه في منظومه الحكم على المستوى السياسي لا يريدون التغيير لانهم يريدون محافظه على الامتيازات وهي املاك وعقارات وايضا الملايين. هل هذا ينطبق على المؤسسه العسكريه؟ هل هناك داخل قياده العسكر من لا يريد التغيير لأنه يريد أيضا أن يحافظ على مزايا ومصالح مالية ليه ولا لأولاده ولا للحاشية وبالتالي يعرقلون أي مرحلة تغيير؟ هل ينطبق هذا أيضا على المؤسسة العسكرية؟ هذا إذا كان مثل هذا الأمر فهو مخيف أكثر من أخافنا به البيان. لأن فعلا إذا كان المؤسسة العسكرية اللي كنا نلجا اليها دائما عندما تتلهم في وجهنا الاحداث يولي حتى هو متورط بمثل هكذا اشياء ولا يفرق بين المصالح العليا للبلد والمصالح العليا لافراده فهي مصيبه. على المستوى السياسي نرجع للمستوى السياسي وهناك من يتحدث عن مسؤوليه الجيش، لكن على المستوى السياسي مستوى النخبة أليست المسؤولية مضاعفة؟ أليس هؤلاء من يجب عليهم إفهام مؤسسة قيادة الجيش وقيادة المنظومة بأنه الاستمرار في هذا العبث كما يوصف في الصحف الجزائرية هو تهديد الأمن القومي، وبالتالي على هذه المعارضة والنخبة والمجتمع المدني أن ينهض بمسؤولياته في النهاية. المسؤولية مسؤولية سياسية وليست عسكرية في هذا المجال. اعتقد ان الطبقه السياسيه تم تصحيحها، ما عادش موجود. شكون اللي يدور؟ شكون اللي نجم ينظم البلاد الان؟ عمار غول ولا يحيى ولا بقايا لفلان والعباس ولا اللي لا يمكن يقلعوا حتى عائلاتهم. المساله وما فيها ان الجيش لابد ان يتخذ مسؤولياته التاريخيه ويرجع للشعب ويقول لابد من تنظيم انتخابات حقيقيه وما يخافش لان الشعب سيحتضنه كما احتضنه في 54 وفي 65 وفي 72 ولم يخذله. الوطنيون الاحرار والاسلاميون الشرفاء لم يخذلون الجيش اذا اتخذ قرارات في صالح الشعب. نختم بهذه الجمله وأشكر جزيل الشكر أستاذ سعد بوعقبة الكاتب والصحفي الجزائري المعروف. أعتذر أنه لم نتمكن من التواصل مع الضابط السابق مؤسسة الجيش السيد رمضان حملات، هناك مشكل في التواصل مع هاتف سيد رمضان. نعدكم باللي سنرجع إلى هذا الموضوع لأنه هناك الكثير من القيادات السياسية في البلد يجب أن تجيب على بعض الأسئلة حول ما وصف بالرداءة العامة في تسيير الشأن العام في البلاد والذي يشك أنه قد يصل إلى تسيير هذه المؤسسة مؤسسة الجيش الشعبي الوطني، وهذا يخيف الجزائريين مثل ما قال أستاذ سعد أبو عقبة. هناك إشكاليات سياسية ربما قد تجرنا إلى نقاشات أخرى لنحدد مسؤولية كل مؤسسة في الجزائر.
انتهت حلقة اليوم، ألقاكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت، نطرح قضية أخرى ونستضيف أصحاب الاختصاص فيها لنعطيكم أو نقرب لكم الصورة الحقيقية ونترك لكم الحكم. ألقاكم إن شاء الله غدا إذن، إلى اللقاء.